في درنا أيضا أفاد مصدر بمقتل 12 وجرح 19 آخرين من ميليشيات حفتر في هجوم لمجلس شورى مجاهدي درنا على ثكنتهم بمنطقة الظهر الحمر فجر الجمعة. مصدر من مستشفى الهريش أفاد النبأ باستقبال 4 جثث لميليشيات حفتر جرى الاشتباكات مع قوات شورى درنا، هذا فيما أكد مصدر طبي من المستشفى الميداني عمارة استقبال 8 جثث و19 جريحا خلال هذه الاشتباكات. من جهته أكد مدير مكتب الإعلام بمجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصور استيلاء قواتهم على آليات عسكرية لميليشيات حفتر. المنصور أوضح أن قوات الشورى استولت على 3 دبابات وأسلحة وذخائر في هجومها على ثكنة لميليشيات حفتر بالظهر الحمر جنوبي درنا. ما حد يقدر.